اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سابعاً أنها رقية، الرقية القراءة على المريض وعلى السليم أيضاً، حتى السليم يقرأ على نفسه ويقرأ عليه، كان يقرأ إنسان على أطفاله ويرقى نفسه أيضاً يرقي نفسه. لماذا؟ بما أنه سليم فلماذا؟ وقاية. فالرقية فيها فائدتان، الفائدة الأولى وقاية لإيش؟ يتقي بها البلاء قبل أن يقع، كالذي يقرأ مثلا المعوذات في الصباح والمساء حتى يتقي شر ما خلق الله عز وجل وواقب إذا والحسد والسحر نفاثات في العقد، كل هذا يقرأ حتى لو كان سليما. وأيضا يقرأ حتى يرفع الله عنه البلاء بسبب هذه القراءة. فالفاتحة رقية ومن أسباب الشفاء، وقد وصف الله عز وجل القرآن كله بإيش؟ شفاء. القرآن شفاء، وأخص من عموم القرآن سورة الفاتحة، ولذلك من أسمائها الشافية، يستشفى بها من الأمراض والأسقام. قال: والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته، فما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان، صح، هذا أبو سعيد. وأبو موسى ما اسمه؟ الأشعري، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس. وأبو هريرة أيضا مشهور رضي الله عنه بكنيته، ما اسمه؟ اختلف باسمه، أشهر ما قيل ماذا؟ عبد الرحمن بن الصخر. المهم هذا أبو سعيد رضي الله عنه يروي أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رهطا يعني عددا، انطلقوا في سفرة سافروا حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، هذا وكانوا مشركين، نزلوا عليهم وكانوا مشركين، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، نزلوا قريبا منهم، فلدغ سيد ذلك الحي، أي لدغته عقرب ونحوها، فساعوا له بكل شيء يعني لعلاجه بذلك، لا ينفع شيء. فقال بعضهم أي لبعض: لو أتيتم هؤلاء الرهط، يعنون أبا سعيد ومن معه، الذي قد نزلوا بكم، لعل أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفع شيء، فهل عند أحدكم منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق. وهذا فيه جواز أن الإنسان إذا يعرف نفسه الرقية أن يبين في نفسه أن أنا أستطيع أقرأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، يعني في الرقية. لكن لم يؤثر عن السلف، لا الصحابة رضي الله عنهم ولا من تابعهم بإحسان، أنهم كانوا يفتحون مقرات خاصة للرقية، كما قال بعض المشايخ: هل سمعت أن صحابيا كان يقال له: ما مهنتك؟ ماذا تمارس؟ يقول: راقي. ما في واحد كان ايش؟ يعني سمعنا فقيه، محدث، لغوي، اديب، شاعر، لكن ما في شيء اسمه ايش؟ راقي. بل ان الرقيه مشروعه، كل واحد يرقي. كل واحد يرقي نفسه، يرقي غيره، يرقي اطفاله. اما متخصص رقيه واكل اموال الناس بالباطل، عاطله كذا، ومواعيد وتذاكر وسكرتارية وأرقام، لا ألزق بعد أيضا على المستشفيات، رقية هذا كله من المحدثات، وأكثر أكل أموال الناس بالباطل، وأكثر منحرف احتياط، أقول إلا من رحم الله، إذا كان فيهم من رحمه الله، حتى منهم من يبدأ بداية خاطئة صحيحة ثم ينحرف، الجو كله نسائي وفتن وأموال وجن وصرع، فيتأثر، نسأل الله العافية. المهم على المسلم أن يحمي نفسه من هذا السبيل. المهم هنا قال: نعم والله إني لراق، أقسم بالله عز وجل، وهذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أن يقسم الإنسان على غلب الظن أنه فعلا أنني إشراقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعل لنا جعلا. الجعل غير الأجر، الأجر يكون مقابل عمل متفق عليه، الجعل يعني أنت وما تعطيني.
غير محدد. يقول فصالحوهم على قطيع من الغنم. لكن هنا في فائدة ذكرها الشيخ ابن تيمية يتضايق منها الرقاة هؤلاء اللي ايش التجاريون، أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله بيّن في هذا الحديث أن هذا الجعل كان على الشفاء لا على القراءة، يعني لو أنهم قرأوا أو رقوا ذلك السيد ولم يستفد شيئا هل يعطونهم قطيعة من الغنم؟ لا، ولا شاة واحدة. بينما ماذا يفعل هؤلاء؟ يستلم مقدم، وبعضهم بالهاتف قلت ترى أطلع لك ترى بعشرين، يعني لو جيت مثلا رجعت تعطيني خلاص باتفاق. وبعضهم عنده أرقام والرقم الفلان والسكرتارية واستقبال يدفع هذا، ويستدلون بحديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد لا يسعفهم، فحديث أبي سعيد إنما كان الاتفاق على الجعل على الشفاء لا على مجرد القراءة، واضح؟ قال فصالح على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين. هنا في إشكال، هل المشروع التفل ثم القراءة ولا القراءة ثم التفل؟ بملاحظة الأحاديث والنصوص نجد أن إيش التفل ثم القراءة، وبملاحظة المعنى والمعقول أن هذا الريق أصلا فيه من القراءة فتحصل فيه البركة والأثر. فنقول المخرج من هذا يتفل ويقرأ، ويقرأ ويتفل لا بأس. لكن هنا لاحظ ما الفرق بين النفث والتفل والنفخ. النفخ هواء، يخرج فقط هواء، هذا يقول ايش نفخ. والتفل معروف يتفل مع اخراج شيء من السوائل، واضح؟ والتنخم يخرج ايش نخامة. طيب النفث هواء مع ريق يسير، يعني ما تأتي تنفث على واحد تغرق لا، تنفث مع ريق يسير جدا، انتبهتم؟ وعليه يحمل ماذا؟ إذا جاءت بعض الروايات تتفل فالمراد به ايش؟ أنه ريق يسير، نفخ مع ريق يسير، واضح؟ وهذا النفث قد يكون برقية شرعية، وقد يكون يستعمل بسحر وعقد السحر كما في قوله تعالى من شر النفاثات في العقد، فينفثن سحرا والمسلم ينفث قراءة شرعية، واضح؟ قرأ ماذا؟ قال قرأ الحمد لله رب العالمين. استفيد من هذا الحديث كما سيأتي لعله أن الفاتحة من أسمائها تسمى سورة الحمد، طبعا واضح لأن مطلعها الحمد لله رب العالمين، وأن الصحابة كانوا يلقبونها بالحمد لله رب العالمين. يقول حتى يعلم يعني نفث أو تفل وقرأ الفاتحة، قال حتى لكأنما نشط من عقال. كم مرة يقرأها؟ لا بأس أن يقرأ ثلاثا سبعا أكثر من ذلك، لكن أكثر ما يرد في الـ 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 يعني الأذكار الشرعية ونحوها إما تثليث وإما تسبيح، لكن لو قرأ مطلقا أكثر من ذاك أو أقل لا بأس. قال حتى لكأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير معقول يعقل يده حتى لا يشرد، فهذا كان سقيما، كان لديغا، كان سليما، يسمون اللديغ سليم تفاؤلا، وما وعجزوا عنه بكل شيء وما نفع معه شيء، لكن بهذه القراءة بسورة الفاتحة سبحان الله نشط، قام نشط كأنه نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبة، أي ما به علة. والقلبة سميت قلبة لأن إيش؟ عادة المعلول الذي فيه علة يتقلب في مشيته، هذا قام سبحان الله نشيط كأنه لم يكن فيه شيء. قال فأوفوهم جعلهم، أعطوهم قطيع الغنم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا خلاص بيناتنا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا الورع والتحقق من الحلال قبل أن يخوض الإنسان في الشيء،
للأسف بعض الناس بعد ما يفعل الشيء ينتهي وأنا فعلت كذا وكذا، هذا حرام. طيب ماذا أفعل الآن؟ كان الواجب عليك ماذا؟ أن تسأل قبل أن تعمل، قبل أن تدخل تخوض، قبل أن تدخل. فانظروا هنا، والله هذا التعليم النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أنهم صبروا حتى يعودوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويستفتونه في ذلك، فما قسموا مع أن كان بعض يرغب بالتقسيم، قالوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر له الذي كان، فنظر ما قال، فننظر، قال فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا صلوات ربي وسلامه عليه. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، يعني كيف عرفت هي فعلا رقية؟ هذه هداية من الله عز وجل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، لولا أقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم ما صار شرعا، لأن بعض الناس قد يفهم من مثل هذه الحوادث من الأحاديث أن الصحابة فعل الشيء قبل أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل أن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. نقول في عهد التشريع كان إذا فعل أحد فعلا أو قال قولا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام صار تشريعا بماذا؟ بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فإذاك إذا عرفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنها ماذا؟ هي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره وصفاته الخلقية والخلقية وذكر أيامه، هذا معنى السنة. يقول قال وما يدريك أنها رقية أصبتم، وهذا أيضا سنة أن يقال لمن أصاب أصبت، يقال لمن أصاب أصبت، لأن بعض الناس ما عنده هذا الخلق، فقط إيش ينتقد ينتقد ينتقد، فإذا وجد أخاه وقد أصاب ما يقول له أحسنت أصبت فعلا ما شاء الله عليك عداك العيب، الكلمة الطيبة إيش يا أخوان؟ صدقة. لبعض الناس نكد، إذا شريت شيء قال له حكوا عليك، لو قلت أبيض قال له ما أخذ أسود، لو قلت أسود لقال له أخذ أبيض، لا أنت ما تعرف، هذا خطأ. اشترى شيء قل الله يبارك لك، حتى لو رأيت أنه قد خدعوه ولا قد غشوه ولا ممكن تنصحه نصيحة، لكن لا تنكد، الكلمة الطيبة صدقة. وانظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل أصحابه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قدم عليه جابر بن عبد الله كما في صحيح البخاري، وجابر بن عبد الله ابن من؟ ابن من؟ ابن حرام. من عبد الله بن حرام؟ والد جابر طبعا، إذا جابر بن عبد الله ها والده، لكن عبد الله بن حرام هو الذي استشهد في أحد، وكلمه الله عز وجل وأصحابه كفاحا يعني غير واسطة، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقال جابر تدري ماذا قال الله لأبيك وإخواني؟ قال الله ورسوله أعلم. قال خاطبه كفاحا، قال تمنوا علي شهداء في أحد، ماذا تمنوا؟ قال نتمنى أن نرجع للدنيا فنقتل في سبيلك لما رأوا من الكرامة. فالله جل وعلا قال تلك أجل قد كتبتها، لكن انظروا كرامة الشهيد عند الله عز وجل، لكن يكون شهيد ليس مجرم ليس رهابيا، وإنما يكون شهيدا في سبيل الله عز وجل، الذي يقاتل تكون كلمة الله هي العليا. المهم جابر بعد ما استشهد أبوه عبد الله بن حرام في أحد ذهب وتزوج، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب، وما كان متزوج، شاب أعزب، وراح متزوج واحدة ثيب سبق لها الزواج، أرملة أو مطلقة وكبيرة الظاهر كما من في سياق الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تداعبها وتداعبك، هلا بكرا تداعبها وتداعبك. فقال جابر بن عبد الله قال يا رسول الله إن أبي عبد الله بن حرام استشهد في أحد وخلف بنيات، شوف مسؤولية خواتها، ما أخذ حامل مسؤولية خواتها، فماذا أصنع بالبكر؟ يعني أجيب واحدة بمستوى أخواتي؟ تزوجت ثيبا تصلح هذه وتمشط هذه، يعني تعينه على تربية أخواته. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال أصبت. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ها، يعني شوف وجهة نظره لما سمع قال أصبته صلاة ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، لماذا؟ لماذا؟ حتى تطمئن قلوبهم أن هذا الجعل، أن هذا الجعل الذي أخذتموه حلال لا شبهة فيه،
حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه جزءا. وهذا شيء عجيب، يعني ما زال الناس إلى يومنا هذا إذا واحد قدمت للزاد وما تقدم ما أمد إذا ما أكل يصير في نفسك شيء. وأنتم تعلمون قصة من عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام لما قدم عجلا سمينا للملائكة ما يعرف أنه ملائكة، رأى أيديهما لا تصل إليه نكرهم أو جس منهم خيفة، فأخبروا بأنهم ملائكة. فلذلك أنت إذا قدم لك واحد شيء مد يدك، حتى لو عامل رجيم، حتى لو ما هذا، خذ ولو قطعة يسيرة يعني تدخل السرور عليه، وحتى لا يشك أنك تشك في طعامه أو في حله أو في نفسك عليه شيء. واضح؟ خذ ولو شيئا يسيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن قلوب أصحابه قال أصبتم أقسم واضربوا لي معكم بسهم، صلوات ربي وسلامه عليه.